ايه لك وين؟ عم اهلك شوي شوي. قرب يلا. عمالك عمالك. بعتوا. قرب 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 قرب. حاول حاول. قرب قرب بسرعة. لا 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 لا. عطا. علامات الفارقة يلي بتمكن من التمييز بين الحقيقي والمزور عديدة، ولكن عدم خبرة البعض لا تزال سبب أساسي للاحتيال عليهم. بالنسبة لأنه جديد الطبعة جديدة، الطبعة جديدة بس تزور بهالشكل هيدا بتمرق على أكثر الناس، لأنه بعض الناس مش معودة عليها مثل الطبعة القديمة. مشان هيك عم تمرق على العالم. طيب إذا قلنا هيدي $100 جديدة من الطبعة الجديدة، هذه من الطبعة الجديدة. شوف لاحظ، خلينا نقارن شوي بينتها. أول شيء اللون بيختلف. نحن ما فينا نشتغل على اللون لأنه العالم ما بتعرف بعد اللون إلا إذا حطتهم حد بعضهم. بينما هيدا الخط وهيدا الخط هون أول شيء أغمق بكتير هيدا. نعم. بعدين هيدا إذا بتحط إيدك عليه نافر، هيدا منه نافر. بس تزيحة يمين شمال المية والجرس بيصيروا يطلعوا وينزلوا. نعم. هودي شغلي. بعدين المية اللي هون بس تعملها هيك بغير لونها، بيعطي جراي وبيعطي على بريك. هيدي المية الأصلية بتعطي على جراي وعلى جراي وعلى بريك. بعدين هون في جرس، هون رسمة جرس كمان البريك، بس تعملها هيك بتموج وكمان بتعطي جراي، بتعطي لون جراي ولون بريك. هلا هيدي كمان عم بتموج بس بشكل، هيدي تموجتها مش قوية، مش لمعتها قوية. لا وبعدين ما بتعطي بريك، بس بتعطي ذهبي وبتعطي بتعطي جراي. يعني لأي مواطن عادي عملية التزوير صعبة تنكشف بالنسبة له إذا ما كان بيفهم فيها مظبوط. إذا مواطن عادي تمرق عليه المية المزورة. كتار من اللبنانيين بيهاجروا هجرات موسمية للعمل خارج لبنان، لا سيما بقارة أفريقيا ودول الخليج. بأفريقيا بينتشروا اللبنانيين بعدة دول، وأعمالهم لا تخلو من الخطورة نتيجة الأوضاع الأمنية الغير مستقرة بهالدول. ونتيجة للتشديد والرقابة على إخراج الأموال من هالدول، بيواجه اللبنانيين مشكلة بإرسال الأموال إلى عائلاتهم بلبنان. بيعمدوا ببعض الأحيان إلى استعمال وسائل غير المعتمدة ومتعارف عليها، مثل التحويلات المصرفية. المبدأ دول العالم كلياتها محدد المبلغ اللي أنت ممكن تظهره معك أنت وظاهر من بلدك، من البلد اللي أنت فيه. يعني كل دول أوروبا وأمريكا أنت ما بيحق لك تطلع أكثر من 10,000 يورو كاش. أكثر من هيك أنت بتصير محاسب أنه أنت ليش معك هالمبلغ وليش مظهره من بلدنا. أما هالواقع برز أشخاص لبنانيين منتحلين صفة مصرفيين، وبدأوا بالبحث عن ضحايا من مواطنين لبنانيين أيضاً للإيقاع فيهم وسلب أموالهم. فكان أول ضحية من الجنسية اللبنانية عم يخسر مبلغ $50,000 أمريكي. الشخص اللي بمالي أو بغانا، هني عم بيقولون نياب مالي ياب غانا، هو اللي بيتواصل معه. هداك صراف لبناني بيروحوا لعنده العالم ليحولوا مصرياتهم على لبنان، بيقولوا له نحن بدنا نحول $50,000 على لبنان. $50,000 بيدفعوا له عليها شيء $2,500 هونيك. بيدفعوا له $2,500 وبيقول لهم انا بحكي مع شخص بلبنان، بيجي بيسلم قرابتكم بلبنان اللي بده يستلمهم. بس يستلم المصاري بدق لنا بيقول لنا انه انا استلمت المصاري. بس يدق لنا ونتاكد انه هو استلم المصاري بلبنان، انتم هون بتدفعوا لي المصريات. يعني بيريحهم لاقصى درجه. بس يدق لهم من هون يقول لهم انه انا استلمت المصاري، هديك بيسلم المصريات. هون المشكله عندنا نحن انه الاشخاص اللي عم يستلموا هالمصاري ما بيفحصوا له المصاري. نعم. انه بخافوا عم يستلم مصاري مبلغ كبير قدام العالم. في احد الاشخاص تعرض لعمليه احتيال بمبلغ $50,000 امريكي نتيجه تبادل عملات بين لبنان واوغندا. سالته وين هالشخص كذا، قال لي هو ببيروت كذا، اعطاني رقم تليفون وحكينا معه من مكتبه للزلمة. اتفقت أنا وياه لقيني لهون على المكتب، جاب المصاري وجينا استمعنا إفادته. بيّن أنه نتيجة اتصال من أحد قرايبينه بأوغندا وكلفه أنه يروح يسلم مصاري
يروح يستلم مصاري بلبنان من احد الاشخاص، لانه هو هداك بده يدفع له المصاري هونيك باوغندا بالعملة الافريقية يعني. هلا بعد ما استلم المصاري هون بلبنان بين له انه المصاري مزورة، لانه اخذهم على الشركة قالوا له هاي المصاري مزورة. المحقق المكلف بمتابعة القضية بدأ بالتواصل مع الضحية، ولكن هناك عدة عقبات للوصول إلى الشخص يلي قام بتسليم الأموال المزورة بلبنان. أولاً، ما في أي إيصال بالأموال، وما في أي هوية بتعرف عن الشخص يلي قام بتسليم الأموال، كما أنه الرأس المدبر يلي موجود بأفريقيا بيتوارى عن الأنظار وبينفقد أي اتصال معه من بعد إنجاز عملية الاحتيال. يعني عم ياخذ الخمسين ألف، عم ياخذ الخمسين ألف أو المئة ألف وعم يرجع يدفعهم لبنان عليه. عم ياخذ الخمسين ألف، لا، وبياخذ من برا هونيك، بياخذ الكوميشن تبعه اللي هن 2500 دولار على الخمسين ألف، بياخذهم برا، يعني بياخذ 52,500 دولار منهم بمالي أو بغانا، بيستلمهم بس بالعملة المالية أو الغانية، وبس يسلمهم هون عم بيسلمهم عملة مزورة. يعني بيكون أخذ 52,500 وطلعوا هن ولا شيء. عم يرجعوا يراجعوا له هيدا الصرة؟ عم بيطفي خطوطه وما عم بيقدروا يعرفوا عنه شيء. لحظة، هي عم بيعملها مرة واحدة هلا بكل حدا عم يعملها مرة واحدة، بس هلا نحن هلا بمعلوماتك يعني لا ما فاتح محل صيد. عم بيحكوا انه من واحد لواحد عم يتنقلوا العالم هونيك. هلا نحن يعني عفوا لا استفسر استفهم شغله، يعني هو اوكي عم بيلعب دور انه نقل اموال صح، بس ما عنده مقر ومكتب او يعني عم يعملها ويهرب صح، بيرجع بيشوف ضحية تاني صح وضحية لبنانيين صح. بأفريقيا متعاون مع السلطات اللبنانية بعث الطمأنينة بنفوس المحققين، وزاد من نسبة كشف العصابة وتوقيف أفرادها أقل بلبنان. من مكتب مكافحة الجرائم المالية كان عم بيتم التواصل مع رئيس العصابة بأوغندا عبر شخص لبناني اعتبر العميل السري للمهمة تحت إشراف النيابة العامة المالية. طيب هو رئيس العصابة شو الأسلوب أو الطريقة يلي عم يستعملها كرمال يريح الناس هالقد يلي عم بياخد منهم المصاري؟ يعني كيف عم يكون محط ثقة بالنسبة لقلهم لهالدرجة ليوافقوا يحطوا هالمبالغ الضخمة والكبيرة؟ هو هذا الشخص يا حبيب قلبي على درجة من الذكاء والاحتيال بطريقة دهاء ماكر، يعني مكر الثعلب مثل ما بيقولوا، لأنه عم يقولوا للأشخاص إنه أنتم ما تسلمون المصاري بإفريقيا قبل ما أهلكم بلبنان أو خيك أو مرتك بيدلفلك من لبنان وبيقلك إنه استلم. بس اللي عم بيصير إنه عم يجي يفاجئوا الأشخاص اللبنانية هون بلبنان، بيقولوا مرحبا أهلا كيفك، هدول بعت لك إياهم ابنك برا بإفريقيا. العالم هون على طيبتها وعبساطتها ما بتاخد انه والله مصاري مزورة او شيء دغري، اوكي بالعمال معروف تلفن لابنك كله وصل للمصريات. من بعد عدة محاولات واجتماعات تم التوصل الى اتفاق بين العميل السري ورأس العصابة. الاتفاق بيقتضي التالي: العميل السري بيطلب من شخص من قبله انه يستلم مبلغ ال50,000 دولار بلبنان من قبل شخص بيحدده رئيس العصابة، وهون بيكون الشخص المفترض يلي من قبل العميل السري هو المحقق بمكتب مكافحة الجرائم المالية. الاستلام بيتم بمكان عام بناء على طلب رئيس العصابة. من بعد استلام المبلغ بيقوم العميل السري الموجود بأفريقيا بدفع المبلغ الأساسي لرئيس العصابة زائد العمولة يلي بتقاضاها. يلا كوين عمهلك شوي شوي قرب يلا عمهلك عمهلك قطر قرب 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 حاول قرب بسرعة لا 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 حظا كيف دوار عمله معروف دوار أفريق يلا على المكتب يلا يا
لحظة هودي 50,000 هذه هي هذه مزوره نفس السيريال نمبر اللي ضبطناهم قبل بمرت قبل بثلاث مرات صرنا ضبطين لا اربع مرات نفس السيريال نمبر وهذه ما كانت كشف العمله المزوره محمود الو محمود انا سلمت الامانه خيي محمود الو نحن استلمنا الاغراض خيي ايه اوكي يلا هلا انا بحكيهم لجماعتك يلا باي. بهالوقت تم ابلاغ السلطات الاوغنديه عن راس العصابه لتوقيفه ولكنه كان قد توارى عن الانظار وتم توقيف شخص بيعمل تحت اشرافه وبيحمل الجنسية الأوغندية. بدأت التحقيقات مع الهدف وبدأ بالاعترافات.